الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الكلام على كتاب النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر. أول المسائل التي نستهل بها هذا الكلام ألا وهو الوضوء من القبلة، أو قول الوضوء من الملامسة. الشافعي علق القول على عدم الانتقاد، انتقاد الوضوء من مس المرأة الأجنبية، بحديث هو يضعفه، فقال لو صح لقلت به. هو يقول الشافعي رحمه الله في القديم، كتابه القديم، فخالفنا بعض الناس بعدما بين أن اتجاهه هو النقد كما سنبين في المسألة الفقهية، فقال ليس في القبلة وضوء، قال بعض الناس ليس في القبلة وضوء، واحتج فيها بحديث ليس بمحفوظ، ولو ثبت هذا الحديث لقلت به، حديث معبد ابن نبات، حديث معبد ابن نبات، قال لو ثبت هذا الحديث لقلت به، قال لو ثبت حديث معبد ابن نبات في القبلة لم أرى فيها شيئا ولا في اللمس. فهنا نرى أن الشافعي وقف قوله على صحة الخبر، خبر معبد بن نباتة قال لو صح لقلت به. فهنا بعد البحث حديثيا وفقهيا، إذا أثبتنا صحة هذا الخبر لقلنا بأن مذهب الشافعي أن اللمس لا ينقض الوضوء. إليكم الكلام فقها على هذه المسألة، مسألة مس المرأة الأجنبية اختلف فيها العلماء على 5 أقوال، أو قل 4 أقوال. القول الأول، نبدأ بإمامنا، القول الأول هو قول الشافعية، قال مس المرأة ينقض الوضوء، ومن باب أولى قبلة المرأة تنقض الوضوء. وعندنا في المذهب على التحقيق أن مس المرأة ينقض الوضوء بقيدين وشرطين اثنين، أما القيد الأول ألا تكون محرما له، هذا على التحقيق، وإلا فهناك وجه في المذهب حتى المحارم، لكن القيد الأول على التحقيق ألا تكون محرما. القيد الثاني، مس البشرة بالبشر. ما معنى ذلك؟ لا حائل بينه، يعني لو مس يد المرأة وعليها ثيابها لا ينقض الوضوء، ولكن البشرة إذا مست البشرة هكذا سلم عليها هكذا انتقد وضوء. وقد استدل على ذلك بأدلة من الأثر والنظر. أما الأثر فقد استدل بكتاب الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قال لامستم النساء هي من الملامسة، والملامسة الظاهر فيها مس البشرة البشرة، واحتجوا على ذلك بقول الله جل في علاه بقراءة سبعية أنها جاءت أو لامستم، جاءت أو لامستم النساء بدون الألف، أو لامستم النساء، قال والظاهر فيها الملامسة الظاهرة، واحتجوا على ذلك بحديث في البيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، بيع الملامسة الذي نهى عنه السلام ليس الجماع هنا، ده المقصود به إيش؟ اللمس الظاهر، اللمس الظاهر. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن قول الله جل في علاه أو لامستم النساء يعني الملامسة توجب الوضوء هي ناقضة للوضوء. واحتجوا على ذلك بالأثر أيضا في حديث رواه الشافعي في مسنده بسند صحيح عن عمر بن الخطاب عن ابن عمر عن أبيه أنه قال مس المرأة أو قال قبلة الرجل لزوجته تنقض الوضوء، منها الوضوء، قال
تقبيل الرجل لامرأته ناقض للوضوء، أو قال قبلة الرجل لامرأته من الملامسة ومنها الوضوء. وهذا عن ابن عمر أيضا أنه قال القبلة منها الوضوء. قالوا فهذه مس الرجل للمرأة فيها دلالة على انتقاض الوضوء. أما الأحناف فقد خالفوا الشافعية على النقيض طرفا ووسط كما قلنا. قال الأحناف الوضوء لا ينتقد لا بمس المرأة البشرة بالبشرة ولا بالتقبيل ولا حتى بالملاعبة والملاطفة والمداعبة ما لم ينزل، ولو حدث الانتشار والانتصاب لا ينقض أو لا ينتقد الوضوء. وهؤلاء استدلوا بأدلة كما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قامت من الليل فوضعت يدها تبحث عن السلم فيدها جاءت على أخمص قدم النبي السلم كما وصفت مرصوصتين، فقالت مست يدي أخمص قدم النبي السلم. وفي الرواية الأخرى في الصحيح كان النبي السلم يصلي وكنت معترضة أمام النبي السلم اعتراض الجنازة، فكان إذا سجد غمزني، فكان إذا سجد غمزني، فقالوا هذا مس بإصبع النبي السلم لرجل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت غمزني فقبضت رجل، فإذا قام رجعت كما كانت. فهذه الحديث الذي استدل به الأحناف أحاديث محتملة ليست محكمة، فيها ما فيها من الاحتمالات. ممكن يكون الغمز وقع على اللحاف، وقع على السترة، وقع على الثياب، لكن طب يد عائشة رضي الله عنها نقول يد عائشة وقعت على القميص، نقول كيف القميص وهي تقول باطن القدم مرصوصة، فاليد هذه احتمالها فيها ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث هو الذي سنعمل جاهدين فيه الآن، هذا الحديث حديث رواه أبو داود من طريقه عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير، وهم اختلاف كله في عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت قبل رسول الله، هذا تقبيله الآن، والتقبيل ما ظنت شهوة، قبل رسول الله بعض نسائه فخرج فصلى ولم يتوضأ، فقال عروة ما هي إلا أنت، فضحكت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. احتجوا بهذا الحديث حديث صريح. وقد جاء من طريق آخر كما في الطبراني عن أم سلمة أن سلم قد قبل بعض نسائه وخرج فصلى ولم يتوضأ، هذا قول الأحناف. القول الثالث هو قول المالكية، هذا التفصيل، إذا طرفان ووسط، والوسط تفصيل، انتقاد مطلقا عدم الانتقاد مطلقا إلا بالإنزال، وفي الوسط التفصيل. قال المالكية إذا مس امرأته بلا شهوة لا يحدث الانتشار ولا الانتصاب، وضوءه لم ينتقد، لا نقول بانتقاد الوضوء. وإذا مس المرأة بشهوة ولو بالإصبع ولو بالإصفر مسها بشهوة تحركت الشهوة انتقد الوضوء. قلنا من أين أتيتم بهذا التفريق؟ قالوا من الآية، قال الله جل في علاه أو لامستم النساء، قلنا الملامسة على ظاهرها، قالوا لا أدب القرآن يكن. قال ابن عباس المقصود بالملامسة الجماع، قال المقصود بالملامسة الجماع، وموجب الجماع أو قل نتيجة الجماع الإيش؟ موجب الجماع الشهوة والنتيجة الإنزال. فقالوا إذا أي شهوة تنزل تحت الجماع لأن مقدمات الجماع تأخذ حق الجماع. وقالوا أيضا الذي جرنا إلى ذلك أن الله لما قال أو لامستم النساء وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لامس النساء ولم يتوضأ، قلنا بأي؟ قالوا أولا بقبلته لمن؟ قلنا هذا عليكم، قالوا لا هذا لنا، قلنا القبلة ما ظنت الشهوة، قالوا هذه كانت قبلة رحمة شفقة ورحمة، يعني هذه قبلة شفقة ورحمة، من أين أتوا بهذا ما أدري. وقالوا أيضا بحديث آخر قد صلى الله عليه وسلم وحمل أمامة، أمامة بنت من؟ بنت أبي جهل، فأمامة بنت أبي جهل صح؟ حاشا لله خطأ، أمامة بنت علي بن أبي طالب، فلما حملها ممتازين في السير، أمامة بنت من؟ بنت عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، حملها النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ آخر ده وهم فاحش، أمامة بنت رسول الله، بنت بنته؟ تبقى بنته ولا مش بنته؟ طب خلاص انت أنا بنت رسول الله، بنت زينب بنت العاص والوائل بن العاص، فحملها النبي صلى الله عليه وسلم وصل، وكان إذا أراد أن يركع وضعها يسجد تركها، إذا قام حملها. قالوا هنا الحمل لم ينتقد الوضوء ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ما في إعادة صلاة، ففيها دلالة أن الوضوء لم ينتقد، فلذلك قالوا انتقاد الوضوء لا يكون إلا بالشهوة لأنها مظنة الإنزال، ومظنة الشيء يأخذ حكمه.
قلنا عندكم نظير؟ قالوا نعم. لا تحسبن أن العالم يأتي ببنات أفكاره. قالوا النظير عندنا إذا التقى الختانان. طب شوف، لا، التقاء الختان وحده ما فيهوش مظنة، ده هلكة. لا، النوم يا إخي، النوم، النوم، المظنة في النوم، لأنهم قالوا النوم مظنة الحدث. لذلك أخذ حكمه، ماذا أفعل؟ أموت كمدا؟ لا يصح، أريد أن أتعلم، وراي طريق شاق، ماذا أفعل؟ أفرح بإخوتي وأتمنى أن نتفق ونتعاون على البر والتقوى. التقاء الختان مظنة إيش؟ طب هل الالتقاء وحده لا يكون حدثا؟ هل تأخذ بإنما الماء من الماء؟ انتهى الموضوع. يبقى التقاء وحده، ادخال الحشفة في الحشفة موجب للحدث، مفهوم؟ فنقول قالوا عندنا نظير، أخذنا المظنة وجعلناها كالحكم. ما هي المظنة؟ النوم. النوم ليس بناقض أصالة بالاتفاق، النوم نفسه ليس بناقض، لكنه مظنة لإيش؟ للحدث. إذا قالوا بناقض النوم، النوم ينقض الوضوء. وأيضا من التفصيل قال النخع أو غير النخع، قال اللمس على أحوال، اللمس بظهر الكف، بالكوع، بالكرسوع، بالمرفق، لا ينتقد. نقول بانتقاد الوضوء اللمس بالكف، اللمس بالكف اليد أو لمس بالكف البشرة ينتقد وضوء. قلنا لما ومن أين أتيتم بهذا التفريق والتقييد؟ قالوا عندنا حديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليتوضأ. قال إذا أفضى بيده، إذا أفضى والإفضاء لا يكون إلا بكف اليد. ذكر صلى الله عليه وسلم الفرج، ما ذكر إيش؟ البشر. قالوا الرجال شقاق النساء في إيش؟ في الأحكام. وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. يبقى تحصلت لنا أربعة أقوال في مسألة مس المرأة ينقض الوضوء أم لا. فالصحيح أن نقول أقوى الأقوال هو قول الشافعي، أقوى الأقوال هو قول الشافعي، ظاهرا بأن مس المرأة ينقض الوضوء، لولا أن هناك حديث جاء فقال بأنه مس وقبل ولكنه لم يعتمد ذلك انتقادا للوضوء. فالصحيح أن نقول قول الأحناف وهو قول الشافعي الذي قال فيه لو صح الخبر لقلت به. إذا مس البشرة ولو بشهوة دون الإنزال ولو حدث الانتصاب أو الانتشار فإنه لا ينقض الوضوء، لا سيما وأن الحديث أظهر وأجلى وأسطع من شمس النهار. قال فيه عروة عن عائشة قبل النبي، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه وخرج فصلى فلم يتوضأ. فعلق الشافعي القول بصحة هذا الخبر، القول بهذا على صحة الخبر، وهذا الخبر صار صحيحا كما سنبين. الرد على من خالف هذا القول، أما قول المالكية فقلنا فرقتم بلا مفرق، وعندنا القبلة مظنة الشهوة، فهذا التفريق لا دليل لكم عليه. وأفضل لكم إما أن تقولوا بأن المس مطلقا ينقض أو لا ينقض مطلقا، وهذا هو الراجح الصحيح. وأيضا القول قول الإبراهيم نقول له أنت تقيس الرجال على النساء في هذه المسألة، وهذا أيضا قياس مقابل النص، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه فخرج ولم يتوضأ، والقياس مقابل النص باطل. فيبقى لنا قول الأحناف مع قول الشافعي الذي علق فيه صحة الخبر على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل بعض نسائه فخرج. لو هذا الحديث مع البحث معنا لم يصح، أقوى الأقوال هو القول الأول، هو قول الشافعية بأن الوضوء ينتقض. ولذلك أنا عشت ظهرا كلما مشيت في مكان مزدحم أو ركبت سيارة فمستني امرأة أرجع فأتوضأ حتى يعني خلاص جسدي باش، الحمد لله على ما أنا فيه، انتهى الموضوع. حتى من الله علي بالبحث والتقصي في هذا الحديث، فثبت الحديث بفضل الله، والذي كان يجعلني أتخوف لأن هذا الحديث عله البخاري، البخاري هذا جبل الحب، فكنت ما أستطيع أن أتجرأ على تصحيح حديث قد أعله البخاري، لكن الحق كل الحق أن هذا الحديث صحيح. فقهيا انتهينا، ندخل حديثيا. تفضل. بحديث أمامة، حديث أمامة تفريق بين المحارم وغير المحارم، بل هناك قيد ثالث عند الشافعية واعتمدوا الحنابلة، هو قالوا مس بشرة المرأة بإيش؟ بمتصل لا منفصل. تعرف يعني إيش متصل ومنفصل؟ ليش طيب؟ مش عارف، عشان ما درستهاش ولا عشان جالس هتموت؟ مركز، هذا الذي أتعب عينك الآن. إيش المنفصل والمتصل في المرأة؟ الشعر. الشعر يعتمده العلماء على أنه إيه؟ منفصل ليس متصل. ليش منفصل طيب؟
أنا احرقه، اكتب ولاعة من تحت هكذا، داعب امرأتك من تحت وولع شعراء وانظر إلى ما سيحدث لك، وأنا لست بضامن. نعم، لكن هل هتشعر؟ لن تشعر. فقال أنا منفصل، يعني لو وضع يده على شعرها ولو شهوة قلنا إيش؟ لا ينتقض الوضوء. لكن لو وضع على الجبين، على الجبهة، ينتقض الوضوء عند شفاه. هذا إن لم يصح الحديث، ولو صح الحديث ولو كان بشهوة لا ينتقض الوضوء. إلى الحديث. طيب، الشافعي علق الكلام بأن المس لا ينقض الوضوء على هذا الحديث، حديث اللي هو أتى به حديث إبراهيم بن محمد، هذا في مسند عبد الرزاق. والشيخ أحمد شاكر قال: قتلت بحثا عن إسناد هذا الحديث الذي علق الشافعي عليه القول فلم أجد. طبعا العذر للشيخ أحمد شاكر أن المصنف ما كانش مطبوع في عصر صنف عبد الرزاق، صنف عبد الرزاق ما كانش مطبوع في عصر إبراهيم بن محمد، معمد بن نباتة، محمد بن عمرو، عروة بن الزبير، عائشة. قالت عائشة: قبل بعض نسائه ثم ذهب فصلى، خرج فصلى ولم يتوضا. هذا الحديث يقول الإمام الشافعي ليس بمحفوظ. ليش ليس بمحفوظ؟ فيه معبد بن نباتة. احنا قلنا من المصنف إبراهيم بن محمد هذا كذبه بعض العلماء وضعفه أحمد والبخاري، هو قدري، بل قال البخاري جهم، تركه الناس، تركه ابن المبارك والناس. ولما البخاري ينزل على واحد يقول تركوه، اعلم أنه جرح لا يندمج، أمر منتهي، تضعيف قوي جدا. طيب، لكننا ننظر على مدار الحديث. معمد بن نباتة هذا مجهول، لذلك بين البيهقي في الخلفيات أنه مجهول، وهذا الحديث الذي علق الشافعي القول بعدم الانتقاد عليه. الحافظ بن حجر يقول: هذا الحديث جاء من عشرة أوجه، من أكثر من وجه، من عشرة أوجه، وهذه الأوجه والعشرة سردها الإمام البيهقي في كتابه الخلفيات وضعفها بأسرها ضعفها. ونحن سننظر في التضعيف، لأن عمدة الكلام على الحديث الذي رواه أبو داود، عمدة الكلام على الحديث الذي رواه أبو داود. أبو داود يروي يقول: حدثنا عفان بن أبي شيبة عن وكيع، حدثنا الأعمش عن حبيب، يعني حبيب بن أبي ثابت، عن عروة عن عائشة قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه ثم خرج فصلى فلم إيش؟ فلم يتوضأ. هذا هو لب الأمر. هذا الحديث هو الذي سنتكلم عنه طويلا، لأن هذا الحديث هو الذي إما نخرج به ونخلص إلى التصحيح أو التضعيف. هذا الحديث فيه علل وليست علة واحدة، نذكر علل الحديث. العلل واحد، العلة الأولى نأخذ بالأقوى. العلة الأولى قال الثوري: حبيب لم يروي عن عروة بن الزبير، بحال ما يروي إلا عن عروة المزن. يبقى إذن الأولى هنا، العلة الأولى في إيش؟ هل هو ابن الزبير أم المزن؟ وهنا عندنا الثوري يؤكد، تعرفون الثوري كان من الضعفاء لكن قبلوا بعض العلماء، فالثوري الضعيف كان الثوري إيش؟ أمير المؤمنين في الحديث. الثوري يقول بأن حبيب بن أبي ثابت لم يروي عن إيش؟ عن عروة بن الزبير. طيب، والبخاري أيضا نؤكد تحت نفس العلم، البخاري يقول: حبيب لم يسمع من عروة، اللي هو مين؟ الزبير. العلة الثانية، إذا استقرت العلة الأولى ألا وهي أن عروة هذا هو عروة من؟ المزني، مش ابن الزبير، المزني. قالوا: وعروة المزني مجهول. إذن الحديث عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة المزني، وعروة المزني مجهول، والجهالة تقوي السند حتى يكون إيش؟ جاوز الخنطرة. الجهالة تضعف الحديث. صحيح، مجهول. هذه العلة، العلة الثالثة، عن عنت الأعمش، ليست علة، الأعمش مدلس ويروي عن حبيب، وحبيب هذا ليس من الشيوخ الإيش؟ الملازم له، كإبراهيم النخعي وغيره. جيد، هذه العلة الثالثة. نعم، مين اللي قال؟ أبو فاس، هات اللي عندك. اتفضل. إيش؟ الأعمش مدلس وقد عنعنه. إيش بقى اللي مش فاهمه؟ أبو فاس
ايش اللي مش فاهمه؟ الاعمى سليمان بن مهران مدلس وقد عنعن. احنا درسنا التدليس عندنا كتاب كامل لشيخنا الفاضل الدكتور مسفر، تذكرون ام لا؟ طيب الاعمش مدلس وقد عنع الرابعه، وهذه مصيبه للرابعه. قالوا حبيب مدلس ويرسل كثيرا، فضعفوا الحديث. عيد وقد جاء الحديث عن ام سلمه اخرجه الطبراني عن ام سلمه الاوسط بسند عن عائشه عن أم سلمة قبل أن سلم بعض نسائه فخرج وصلى ولم يتوضأ. وفيه يزيد بن سنان الرهاء ضعفه أحمد ويحيى وابن معين وابن المديني، ووثقه البخاري وأبو حاتم. وباقي الرجال موثقون. جزاك الله خير. وعندنا هذا الحديث جاء من طرق كثيرة أكثرها ضعيفة، لكن كما قلنا مدار الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث فيه علة. العلة الأولى هي ما قاله الثوري: حبيب لم يرو عن. إذا أردت أن تصحح الحديث انظر إلى العلل، ففند العلل وادفعها حتى تصحح الحديث. طيب العلل الأولى، ثوري هنا يثبت أم ينفي؟ ينفي. طيب جاء أبو داود فرد على الثوري قوله فقال بل روى حبيب عن ابن الزبير، عروة من طريق حمزة الزيات روى عن حبيب عن عروة بن الزبير حديث اللهم عافني في بدني، وهذا حتى الترمذي عندما ضعف هذا الحديث وقال هذا حديث ضعيف ليس بشيء، والبخاري أعاد الحديث، كثير من المتقدمين ضعفوه، بل النووي في المجموع قال باتفاق الحفاظ هذا الحديث ضعيف، لذلك تقف معظما إلى هذه المسألة. فالغرض المقصود، جاء أبو داود فرد على الثوري قول وقال بل روى حبيب عن عروة بن الزبير، روى حبيب عن عروة بن الزبير. وهنا ابن ماجة أيضا يرد على الثوري، كيف؟ لأن الحديث الذي يقول عنه الثوري عن عبد الرحمن المغراء وهو ضعيف، هذا رواه عن عروة المزن. إذا الحديث اللي بيتكلم عنه الثوري بأنه عن عائشة وفيه عروة المزني، الطريق إليه فيه رجل ضعيف. أما الحديث الذي جاء من طريق ابن ماجة إسناده مستقيم إلى حبيب إلى عروة بن الزبير إلى عائشة، فإذا يكون حبيب بهذا الطريق رد على الثوري على أن حبيب يروي عن إيش؟ عن عروة بن الزبير، والثوري ينفي. يبقى عندنا أبو داود يثبت وطريق ابن ماجة يثبت والثوري ينفي، نقدم المثبت على النافي، لا سيما وسنبين أن البخاري أعلى الحديث بحبيب. يعني إيش؟ البخاري لما أعلى الحديث وقفنا معظمين هذا جبل الحفظ، لما ضعفت الحديث؟ قال فيه علة. ما هي العلة يا إمام أهل الشأن؟ قال حبيب، لا اترك مدلس هذا، حبيب لم يروي عن عروة. قلنا لم يروي عن عروة؟ قال نعم لم يروي عن عروة. قلنا البخاري له شرط متشدد، وإن كان هو الشرط الحق، يعني البخاري له شرط، هو شرط إيش؟ اللقية، المعاصرة عنده لا تكفي، لابد من إيش؟ من اللقية أو القرائن المحتفة التي تثبت أن سين قد روى عن صاد، مفهوم؟ طيب ننظر هنا الآن، هو قال اللقية، إحنا انتهينا من كلام الثوري، ننظر إلى كلام الفح إمام أهل الشأن. البخاري يقول لا، هذا الحديث فيه علة، وما العلة يا إمام؟ قال حبيب لم يدرك عروة، لم يروي عن عروة. قلنا ننظر، أنت قلت لم يروي لأنك تقول بشرطية اللقي، نحن نظرنا في وفاة حبيب وجدناها 115، نظرنا في وفاة عروة وجدناها ما بين 94 و95، بينهما كم سنة؟ كم سنة من الموت؟ 20 سنة صح؟
طيب بينهما 20، ال20 دي هل يمكن اللقاء فيها أم لا؟ يمكن ولا لا؟ يمكن أو لا؟ لا ده يمكن. ليش لا؟ يمكن. قال ابن عبد البر روى حبيب، ابن عبد البر يقول روى حبيب عمن هو أقدم من عرب. يعني لما أنت تروي عن رجل 120 سنة وعندك رجل عنده 90 سنة، هل إذا رويت عن هذا اللي هو أقدم منه ينفي أن تروي عن الأصغر؟ أبدا. إذا استطعت أن تروي عن الأكبر فهذا أيسر عليك أن تروي عن الأصغر. قال فهي ممكنة، قد روى عمن هو أقدم من عروة بن الزبير. ونحن نقول هنا المعاصرة موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. إذا كانت المعاصرة موجودة وحبيب بن أبي ثابت باتفاق الحفاظ إمام فح ثقة ثبت، فإننا نقول بأن المعاصرة تكفينا دون اللقط، ويكون قد سمع حبيب من عروة بن الزبير، يكون حبيب قد سمع من عروة بن الزبير. أما نقول المعاصرة موجودة، فإذا كانت المعاصرة موجودة بشرط مسلم أيسر لنا، لا سيما وأن القرينة قد ثبتت بأن حبيب يروي عن من هو أقدم من إيش؟ من عروة. قالوا كلامكم جيد، إذا حصرتم الخلاف بين البخاري وبين مسلم في اشتراط اللقية أو المعاصرة. قلنا نعم. قالوا طب نقف عندكم لنهدم هذا الأصل. قالوا ما هو؟ قالوا حبيب ابن أبي ثابت مدلس، فلا معاصرة تنفعه ولا لقية تنفعه، ولا بد أن يقول حدثنا عروة بن الزبير، صحيح ولا لا؟ وقفنا معظمين وقلنا هدموا لنا ما كنا نرتقي إليه، فنظرنا فقلنا ننظر من الذي اتهم حبيب بالتدليس، وجدناه ابن حبان ووجدناه ابن خزيمة، فقلنا ابن خزيمة قال فيه هذا القول بسبب هذا الحديث، يعني اتهموا بهذا الحديث، وابن حبان اتهموا بهذا الحديث. إذن علة التدليس منتفية للمعاصرة الموجودة، فما ثبت عليه التدليس. ولذلك يتعقب على الحافظ أن يقول يدلس كثيرا ويرسل كثيرا. يرسل كثيرا نعم، لكن يدلس كثيرا لا. فالصحيح أن حبيب أيضا ليس بمدلس. يبقى إذن رجعنا إلى نفس النزاع على وهو اللقية والمعاصرة، فقلنا المعاصرة موجودة، وقد روى حبيب عن من هو أقدم من عروة، فلا يستبعد أن يكون قد روى عن عروة. قالوا أنتم الآن قد انتهيتم من العلل الثلاث، بقي لكم علة ألا وهي تدليس الأعمش. وهنا حبيب ليس كإبراهيم النخعي للأعمش، لأن الأعمش كما درسنا في التدليس يمكن أن يمر تدليس الأعمش بشرط وقيد. بعضهم قال لو في الصحيحين، وهذا فيه نظر كما فصلنا، وبعضهم قال إن كان شيخا ملازما، وحبيب ليس كذلك. قلنا الحمد لله، قد أشار الحافظ ابن حجر لنكتة لطيفة جدا، إذا كانت رواية الأعمش بالعنعنة رواها وكيع ينتفي التدليس، كأنه من شعب، لأن شعب قال كفيتكم تدليس ثلاث، فهنا رواية وكيع عن الأعمش أيضا تنفي لنا أو تقول تحمل لنا عنعنة الأعمش، فانتفت العلة الأخيرة. ويبقى أن نقول هذا الحديث بذلك يكون قد ثبت، لا سيما والقرائن المحتفة أن حبيب بن أبي ثابت عروة دخل الكوفة، وحبيب كوفي، وحبيب ثقة ثبت ورجل محدث. لما يأتي، لسنا كفي مصر والإسكندرية، لما يأتي العالم ويسمع طالب العلم بالعالم ماذا سيحدث؟ يجهز الحجارة حتى ينفره من البلد فيفر، صحيح؟ أم ماذا يفعل؟ يذهب يقبل يده ويجلس تحت رجليه يأخذ منه العلم، صحيح ولا لا؟ فهنا عروة، يأتي عروة الفح، ما من أحد من حدا من كل حدا وصاف إلا ويأخذ من عروة، يدخل الكوفة ويفوت حبيب على نفسه أن يجلس بين يديه. هل تتصورون ذلك في محدث فح كحبيب؟ لا. فهنا أيضا هذه تدل لنا على أن لقي حبيب بعروة ممكنة، والسبل والوسائل كانت متوفرة، لا سيما وأن أهل الكوفة والحديث كوفي خرج من بيتهم أصحاب الكوفة، أهل الكوفة إلا الثوري قد صححوا هذا الحديث، أصحاب الكوفة قد صححوا هذا الحديث، والحديث أيضا صححه أبو داود، هذا طريق يدل من المتقدمين أنه صححه، وأيضا ابن جرير الطبري صح هذا الحديث. أما المتأخرون فقد درج المتأخرون على تصحيح الحديث،
وآخرهم الشيخ أحمد شاكر وأيضا الشيخ الألباني صححوا هذا الحديث، وابن عبد البر نافح كثيرا لتصحيح هذا الحديث، قال وإن قلتم بالإرسال فإن المرسل حجة كما في أصول المالكية. يبقى لنا أن نقول وإن صح هذا الحديث عندنا رواية أخرى، هذه الرواية التي أخرجها الطبراني في الأوسط بسنده عن أم سلمة، إذن هنا كانت عن عائشة فعضدت بمن صار شاهدا الحديث بأم سلمة، وإن كان في هذا الحديث فيه يزيد بن سنان الرهاوي وهذا مختلف فيه، إذن فالسند مقارب، السند مقارب وصار شاهدا صحيحا لحديث عائشة فيصح بذلك الحديث. ولنا أن نقول بملء فيه أقول ومذهب الشافعي مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهر، وهذا هو المذهب الذي لابد أن ندين الله به، لأنه قد وافق الأثر وقد صح الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل بعض نسائه فخرج فصلى ولم يتوضأ. هذا بالنسبة لهذا الحديث قد صححناه بفضل الله، والمسألة الفقهية تعلقت بصحة الحديث والحديث صحيح، فإذا التقبيل ولو المداعبة بل ولو حدث الانتشار والانتصاب فإن الوضوء لا ينتقد إلا بالإنزال بالمزي أو بغيره وتصح الصلاة إن صلى بهذا الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.